أكرمك الله يا موفق، والله ما قصرت. نسيت أسألك أمس يا سعيد، كيف البلاد وكيف الناس؟ البلاد حالية والحمد لله والخير متواجد، كل حاجة تمام. لو كانت حالية ما جياني قطع جوازات. قد الربح ينزل من الجبل 3 مرات من الجوع ولا يلقى حاجة. وانت يا ناجي عتسافر معهم الغربة؟ ماشي، قلت محمود عينزل اقطع جواز، قلت عاد انزل اقطع معه جواز احتياط. ها كنت اشتي اقطع جواز، اخرج افتهن ولا انا يخرجوا لي جواز، اتعالج ولا موت. لا 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 يا محمود الله يشفيك، ان شاء الله تسافر تتعالج، اكيد في خطأ في التشخيص، انا حاسس، ان شاء الله تسافر تتعالج وترجع بالسلامة. ان شاء الله يا رب. بالعافية يا ناجي، واعذرونا على الحاصل. حاصل؟ الحاصل ما عبد القش هذه الأيام. عايز أطق موفق أقول إنه ذبحنا ثور. وين عاد تسيروا؟ نسر بسر لنا لوكندا ولا فندق نرقد، الجوازات عادة يوم الأحد واليوم جمعة. الله المستعان، والله ما تسيروا عيب. جلسوا هانا. ما هو يا ناجي حاكيهم. موفق هو بن عمنا ونسبنا والبيت بيتنا، عايزعل مننا. كلام ناجي صح، عيب عيب، الله المستعان. جلسوا يلا جلسوا، دونا لحقة عادنا جاوع. يا عرفت حاكي امك تطبخ مرة ثانية، رفع على الولد رفع. يما لو تشوفي كيف ياكلوا، بواحد يمسك اللقمة ملها اتشته، عاد قال شوف شوف لها بلحقة. إيه عرفت عيب يا ابني عيب، هؤلاء الضيوف ما يصلحش نضحك عليهم هكذا. موفق أنا مستحملة من أمس، شل ضيوفك واسرحوا دوروا على لوكندا ولا فندق يرقدوا فيه، ما شاش أسمع صوت حد منهم. يا سلطانة ما يصلحش، هؤلاء الضيوف يعني جوي بتعوا جوازات وعيسافروا. هم متى شايسافروا؟ يوم يومين بالكثير ويرجعوا البلاد. يا ما أنا اقطعي لي جواز وانا اسافر بلاد ابي معاهم. ما تحسب بلاد ابوك بالمريخ، سفروا بك انت وابوك للاخر ان شاء الله. ما عندهم معش جواز. دخل الصحون. يا سلطانه فهميني، هؤلاء الناس لما نصير عندهم البلاد يفرحوا بنا فرح، يكرمونا بالسمن والعسل والذره والرومي، فلازم نكرمهم، لا تفعلي لنا السمعه شوعه. والله سمعه شوعه بدون ما نخسر، ولا سمعه مليح ونخسر. الله يستر. عيشة تروح المطبخ. ما بوش داعي تنظف الصحون، قال نظفوهم الضيوف. لا لا أسير أفعل لهم شاهي. ما بوش شاهي، السكر زلق. خذ ضيوفك وامشي خير طلع عليك. يا الله استر علي، أين أدي وجهي من هؤلاء الناس. مين؟ أنا موفق. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما بحد في المجلس؟ لا ليش؟ الضيوف حقي عتديهم عندكم. ها طيب تمام يلا. يلا. يلا أهلا وسهلا تفضلوا. يا الله يا الله يا رب يا ساتر. أهلا وسهلا. يا الله يا الله يا رب يا ساتر يا الله. ادخل يا حاج ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم. نظيرة نظيرة مذيق الزمن. هل شقتي ولا غلط؟ السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا ولدي، تفضلوا عندنا. وريحهم. هذا صاحبي خيري. يا صاحبي يا خيري. من هو هذا؟ أنا في عرضك، هؤلاء الضيوف جو من البلاد. السلطانة. مال سلطانة؟ عيب عيب يا سلطانة، كيف تطردوا ضيوفكم من البيت؟ أذاهم الضيوف عندكم، ضايفوهم أنتم. وين راح القبيلة؟ مش قلوا الناس عليكم؟ خلينا القبيلة لك ولزوجك،
الضيوف عندكم. الدنيا غلا، مانيش ناقصة ضيوف. الدنيا غلا؟ أنت تقولي الدنيا غلا؟ ما قلناش إحنا اللي إحنا مساتر بستر الله. مبين الكاميرا؟ ماني والله لو تقوم القيامة ما ستطرد ضيفي من بيتي. عيب عيب، استحي على نفسك. أهلا وسهلا بكم جميعا. بيت خيري هي بيت موفق، البيت واحد، سامحونا على التقصير. أنا مرتاح، أنا حسين البيت موفق. في بيت موفق ما كناش مرتاحين، أنا مرتاحين أحلى راحة، كأني وسط بيتي. سامحوا موفق، هي الكتن اللي سودن وقعوا عندكم، سود الله وقع الكتن. كان عادي عن نجس بيت موفق، بين الكتن الريش أحسن. هو مش الكتن، هو أنت. كيف؟ هو المبيد الحشري، المبيد الحشري اللي استخدمته سلطانة للكتن، كان قوي يعني قور. أنا مستغرب كيف جاينا الكتن لبيت موفق هكذا، فراشي جديد وحالي، من فين جاينا الكتن هؤلاء؟ أنت قوي سولك، أنت كبار كتنة. هو السبب موفق وسلطانة دائما يستقبلوا ضيوف عندهم، دائما دائما. يمكن جاء واحد مثلك بينه كتن. صح الله لسانك، صح الله لسانك. الزعل عايقتلك أكثر من مبيد الكتن. ارقد يا ناجي. ناهي، صدونا بطانية ولا الحفان دفاء. الله المستعان. بشر بشر بشر. هيوم من يوم يعني ضيرة السبت، ولا حد يبكروا الجوازات، يقطعوا جوازات ويسافروا. أنا ما همش لا يوم ولا يومين، ولا هم القماش ولا الفراش. أنا اللي همهم أنا شدي لهم يأكلوا. أنت لا تهميش، الصبح شسبر الآن تدخل الدينات أنت انطراريح نديه للضيوف. يما لا تقلقيش، القلق يأثر بصحتك، فكري بحاجات إيجابية. هبقى إيش أفكر؟ فكري بحاجة ترفع المعنويات، مثلا فكري أنت تدي من الطراريح المخبأة، ولا مثلا أنك تفكري أنهم بيغتربوا ويجيوا يدونا درزن بطانية أبو تفاحة. والله أني فكرة. تمام تمام، شكرا على الدعم والإسناد. يوم أنت يا بهل، لما تحلمنا بضيوف مش ضيوفنا. لا 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 لا، إيش مش ضيوفنا؟ الضيف ضيف، وبعد ما نقل لك ضيوف خالك موفق هم ضيوفي، والمثل يقول الكريم من جاد بالموجود. ما شاء الله، دائما جوابك طارف، وجودك مهلوش قليل، هو قليل بطاط قليل رز. ها كثر الله خيرك، لا تتكلفيش. هي تكلف أنت، وفر 3 كيلو دقيق ونص علبة سمن وكيلو رز وكيلو بطاط. فوزية فاهم عمك. يما شنو تسلف من خالد سلطانة؟ تسلف أنت ولا أبيك؟ أماني مش نديرش وجه. دحين أنت كلمتي لي المديرة على الوظيفة حقي. أقول لك والله إني سافرة. أين سافرة؟ قال لك سافر الخارج. ما هذا الأيام الناس كلهم يسافروا، حتى صالح شي سافر يغترب. كله من مهدي ما تصبرش، تبصر لحليته حليمة مرت مصلح أخو صالح، قالت يسافر ولا يسافر ولا والله ما تجلس لبيت. مو عالسافر هذاك يا عمان، مو عاش اشتغل. أكي اغترب جزء المغتربي. قال لك الغربة ما عاش مثل مكانه. شفتي لما رحنا عند حليمة كيف تشكي وتبكي إنه زوجة معاي يرسلش ربع. أكا تقول بس عشان ما نحسدش نرسل أزواجنا يغتربوا، ولا ما بصرتش منديلة من تلفون. طيب والنسوان اللي يشكين ويبكين إنه عيالهن وزواجهن بالغربة ولا معاهن فلس وعدهم اشتوا مصارف من هنا. أكا يقولن بس عشان يصرفن العين وما يشتغلوا. كيف بديتي بوجهك وانتي عادك ما سلمتيش اللي عندك؟ بديت بوجهي علشان نحافظ على وجوهكم قدام ضيوف موفق. الرز كمل. والطيب والدقيق؟ آخر عجنة كانت أمس. سامن ملي، بطاط، أي حاجة. ما بوش مني أي شي، كنتي داري لما تخلص حاجة من المطبخ يخلص كل شي، ويشالي أسبوع شهر سنة أجيب الحاجات. ولاني ليش خرجتوا الضيوف من عندي؟ من سبب ما ميش حاجة. غيرة الله، يلا شيعين الله. يا سلطانة قفل الباب. طيب
الله استر. ما زيد دينك يا صاحبي يا خيري، ان شاء الله يكفي. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. يا رب اعميها وخارجني منها يا رب. لا تسمع صوته رتحة كدلة غدمه مقاضي. بعد اللي عملته سلطانة مشيش منك ولا حاجة. يا صاحبي حاولة مش من سلطانة، حاولة مني وبعتب في وفي عندك على فتالك. كان كذا تمام رجال سلطانة لا تعرف على فتالك. مش تعرفش بالنسبة لضيوفك لا تقلقش، إن شاء الله أقوم معهم بالواجب وزيادة. أنا أفتلك ارفع رأسي، أنا أفتلك سكر صح. أهم شي جبت رز أتشرد الحاصل أهم شي. موفق. الله يوفق. أنت الماء والذي ما تنزل تأكل. أكلش أنا هذا الرز في بيت موفق، كنت أكل رز. هذا مش رز، رز موفق حالي بسمتي. هذا الرز شكلته هيلندي مدري برازيلي، ما هوش طعيم. انا موفق نشتري الرز من تاجر واحد. ها سامحونا جيكم الظرف يعني مش ولا بد، كنا نشيل لكم لحمه وسمك لكن اخي غيري هكذا بلا لحوم الواحد يحس انها لقمه من القلب ما فيش فيها خساره. والطعم يا سلام يا طعمه. بيض الله وجهك واشبع جوعك. قرب يا ناجي كل كما احنا اخوة. لازلك حرام عاش تحصل لقمة. بسم الله عايش ملح يا خيري، فديتك انا فديتك بسم الله. هنخرج نتمشى ونغير جو للضباب قبل ما اموت. يا سلام ليش ما تكونش الخرجية غدوة؟ غدوة احد يا ولدي، نصير نقطع جوازات سافرنا. سافر احنا ما حصلناش موفق، ازعل مننا نفتهنها انا شويه ما يوقع. بهذه انا معك، عايز يصير سم الكتن غدوه نسمر عنده. هاو ما قال خيري. انا مع راي محمود انه نروح نتمشي وبكره نقطع لكم جوازات ان شاء الله واموركم تكون تمام. وبالنسبه للموفق اعذروا، انا شفته يشتري سم حق الكتن، السم الاول ما نفعش فاشتري سم ثاني. فاهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. بنرجع كقليلة يا زرطك. هذا الرز حجار وما عجبوش. كيف الحكم بسمتي شي بسمتنا كلنا. من قال لك هذا الخبر؟ نرفانة مرت شادي قال لك نعم عارف صاحبه عمل زيارة لزوجته وعياله وذا الحين عايشين معه بأحسن حال. أنا ما عدريتوش كيف، حتى من يوم مرت خالد قد كان بالغربة روح بزوجه مجنون. ولا ما نسوان الحافة العليا قاقطعن جوازة كلهن وشبكر المسافرة قد كانوا زواجهن بالغربة يرسلوا لهم مصاري فرفعن منه قليل قليل الآن يا الله هم يوفروا حق العيشة بالغربة. تقولي ما حدا شقدر يعمل لي زيارة. أختك درية بالغربة شوف إنه يصلح. لو كان يصلح تقولي مش احتاجة لي منونة عشان اقطع لي جواز وسافر. فخزع الناس. وهذا أحسن ختم لك يا ابن نبيلة. بالحين كيف يا عاقل أسافر على طول؟ شباب أنا اللي سلطة هنا داخل المدينة، أما المنافذ الحدودية عدوم معيش معرفة. هذا عادك تروح تقطع بطاقة وجواز والله معك. يلا تمام شكرا. يجي ليش قال شكرا؟ عاقل وقرا حق العاقل. روح له يا ابني الله معك روح. ولا تنسينا شنو الغربة والحياة. على طول يا عاقل. تعالي. عقل خنق انتش تموت تختم ببلاش. اختم ببلاش
هذا أبو مسافر بالخارج دولة أجنبية، يعني شو نقول له بالتفاصيل إننا تعاونتوا معه، يعني المصلحة مضمون، لما وقعش مصروف منه شو وقع من أبوه. قلت لي قيمة الحبر أغلى من الكالونية اللي شرسلوها. كالونية الأخ من الزقازيق. عقل مشاش أحلق لك، مشاش أحدد لك، أسبق لك سكسوكة، أطعم رزقك اليوم. لمو مسرع قهو اليوم خميس. اليوم عاد ثلوث. ها أنا حسبه ربوع. لا حول ولا قوة إلا بالله، مسرع تمر الأيام. صلوا على النبي يا جماعة الخير، اليوم سبت وبكرة أحد إجازة وأنا شغفل. مالك إيش تغفل؟ إيش تفتح والحكومة فوق راسك؟ بكرة إجازة وأنا خورتي أطعم يوم واحد إجازة رأس السنة يو. وليش منو قال لك إنه رأس السنة إجازة؟ إلا إجازة وستين إجازة. شبي حسون لو طلع رأس السنة إجازة أنا أغديك وأغدي الناس هنا كلهم، ولما طلعش إجازة أنت بتغديني هنا وتغدي الناس هنا كلهم. وأنا قابل. سامحونا على تقصير يا جماعة، وإن شاء الله تكون الرحلة يعني عجبتكم. أكرمك الله يا ولدي ما قصرت. أكرمك الله أكرمك الله. الحمد لله الرحلة كانت حالية، بس ما بش معاكم أكل سوايا تعزهان يا أستاذ خيري، ما بش شي برم لحمان شي حاجة حالية قوي، ليتنا جبن فاصوليا يا رجال، جسنا جاوعين طولة اليوم. تخزنت وأنا جاوع، والله أنا جاوع والله. رب أنت أخبر تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف يا خيري؟ الجماعة ضيوف افتهنوا بالرحلة حق الضباب. الحمد لله ولدي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حاصل. يلا. طيب يا أستاذ خيري، بما أنك موظف حكومي أنا عندي استفسار فسير، استفسار بسيط. هل يوم رأس السنة إجازة؟ أكيد رأس السنة إجازة رسمي. ها إجازة. سمعت يا عقل؟ يعني بكرة إجازة، غدا الحارة كلها عليك، ما حد كاره حسون. الحمد لله اللهم لك الحمد، غدوة إجازة عادوا عاد احنا هنا غدوة، اللهم لك الحمد يا الله. شاروح أتأكد. أيوة يا بابا، إجازة رسمية وهذا خبر من موقع وزارة الخدمة المدنية. جنة الجن. طيب يا بنتي ما تسلمكش بياس حتى ربع الراتب. لا يابا ليش؟ يعني كنا شي نضايف الضيوف كذا لابو كيلو لحمة كيلو سمك. هذا الرجال شجنن بين يعني هم الرز والدقيق وانت تهم السمك واللحمة، يرحبوا الحاصل. يعني كنا شي نعمل بالأصول وننقذ موقف موفق ونعمل واجب مع ضيوفه. ليش ما نردش الضيوف حق موفق لموفق يرفعوا رأسه ولا يوطئنه؟ كنت داري كنت داري بسلطانة، يعني خلى موقف موفق محرج أمام ضيوفه وأمام قبيلته وأمام الناس وأمام المجتمع. طيب وين إيش موقفي داخل؟ لا رز لا دقيق لا سكر لا طماطيس، ما بش حتى بطاط، ما بش أي حاجة، مو موقفي داخل معمل. لا تهمي السبر، اللي سبري أمس سبري اليوم. أيوة وش يسافروا الضيوف نرجع نهم براحتنا، باقي يوم يوم. يوم الاثنين شي نقطع لهم جوازات الساعة 11 قام سمارة وراح الله من تجمل، أنت صلح لهم خبز عشاء الآن. والطحين؟ الطحين بكرة إن شاء الله كل اللي تطلبوه بيجي لك على طول. موفق. الله يوفق. ايش هذا بيدك؟ هد هد. حاجة موفق وعادك زيد تسرق يا موفق. انا ما بين اسرقش. ها مو هذا؟ هذا فعل خير. خير لمين؟ لخيري. كم شي يجلس خيري يزيد عليك؟ كم يا سلطانة؟ المطبخ حق خيري فاضي وضيوفي عنده. اللي شيء ضايف يضايف من حقه. الحق واحد يا سلطانة، وانا اوعدش وعد رجال اول ما يسافروا ضيوفي والله ما زيد ادخل المطبخ ولا حتى ابز حبة بطاطا. مش هتدخلش المطبخ لما يسافروا ضيوفك يا سلطانة. الذي بتفعلني هذا عاي ولا اقول لك؟ مش هتجلس بالشقة هذه بكله لما يسافروا ضيوفك.
عاد وحسن ناخذ إجازة من هذا النكد. طيب طيب يا موفق، أني شرمي لك أودي المقاضي لخالتي نظيرة أم فوزية صح؟ طب أبوك شو يحن بلك؟ مليون ما ضيوفة بي عندهم يا ابني، فهم منشاش نألفهم. فوزية اشترقت قاوع ولا حرف، انت تسكت ولا الآن تتبع أبوك. أنا قصدي أما إنه عمي خيري منين اش دبر أكل نلقن. أكرمكم الله، ما جت طعم فازوليا بهذا الطعم، ما شاء الله ما شاء الله، والطعم القوة الحمد لله على النعمة الحمد لله. هنا هنا هذا طبخ بنت عمي خيري الدكتورة فوزية. سبحان الذي جمع بين الطب والطبخ في اليمن. وهذا الطبح ابن الطبح ابن الطبحة الذي جمع بينهم. كنت أظن أن الكتن عذر، ما تشناش نرقد عندك. إيش من كتن؟ موفق ينزل مع الأكل الكتان 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 اللي عندك بالبيت. أيوة أيوة أنا معي كتنة، كتنة كبيرة بتوزع الكتن للحارة كلها. أيوة وبعده وليش جينا نرقد أمس عند خيري إلا من الكتنة؟ متاعي ينتهي مفعول السم هذا وترجعوا ترقدوا؟ قال أمي لما تقزعوا يقصد لما تمشوا بيفتقدوكم. ان شاء الله الصبح نقطع قوازات الفرزة. عن افتقدكم قوي والله. انا افكر افتهن لي عند موفق يومين وارجع الحقكم. عم خيري الخبز كملت، نحن خبز لحقة. ولو سمحتوا ادونا شاهي، تم الشاهي وندي لي مكتبة. حاضر حاضر، بشرب بشرب. أنا ضيف ولا لا؟ يا بدي النص هذا ما ينفعش، يا الله يكفي الضيوف. اتحمل يا ابني اتحمل، أهم شيء موفق ابنه يشبعه. من أجل نوم صحيح يرقد الإنسان بطنه خفيف. يا الله وإحنا نشبع الضيوف، أجل موفق ابنه وفن ناقص. سهل يا نظيرة، باقي يوم هي ليلة وبكرة شقطعوا جوازة شروحوا، موفق ابنه بيعودوا إلى قواعدهم سالمة، شرقعوا بيتهم. الله يعيشني للصبح. عتشاشي كنا شي شاهي ما عبوش الا قليل يابا. هاتم الضيوف اولى. طيب ذو الحين قلت له عندي شينا خارجك يا خيري. ها مش الا قالوا الفضل يشيلوا ضمار. انضماري انت ضماري وراس مالي في مثل هذه المواقف عاقل. وكنت دائما نقص حرقنا. كم تشتي الحين؟ هو باقي لهم يوم، يعني يشتي لنا غدا وعشاء. يعني لو قلنا الغدا كيلو لحمه مع توابعه، العشاء حبة ديرك مع توابعه. تحركش عاقل، لا تتهورش يا خيري. شو الغداء الحاصل وعشاء الحاصل؟ رز وطبيخ الغداء والعشاء فاصل يا روتي. أصلا عاقل باقي لهم يوم وإحنا ما ضايفناهمش، والله إنه فضيحة وخزأ. ها خيري ماذا يا عاقل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا خيري. وسعها يا عاقل، يعني كنت شو سع شوية الأمور. هذه مش كفيش حتى حق الخبر لقلكو يا عاقل. يا رجلهم ثلاثة انفار، مش تأكلهم لحمة؟ كانوا ثلاثة، قد زادوا يا عاقل. ها زادوا، مش تأكلهم لحمة؟ استغفر الله العظيم. أخي ماذا تهورت يا عاقل؟ معه مش غيره، الغداء رز وطبيخ والعشاء فاصوليا وروتي والحاصل. يلا شنو زيدني بصرف فوقي ودبر نفسنا. بعدين من هم اللي زادوا؟ موفق ابنه. موفق ابنه؟ يعني قد ادى الضيوف حقه لعندك ويزيد يجيه هو ابنه؟ فعلا ما يستحيش. صحيح، يلا خاطرك عاقل. خيري ساكن مش تعشوا؟ نو خلنا شنو نتعشى معكم. حتى انت ما تستحيش يا عاقل. استحيش؟ انا اللي اديته البياسة بين الذين انا. يلا ان شاء الله اليوم نتخارج. ان شاء الله ان شاء الله. وينك يا عم ناجي؟ جل هي يكتب وشرق. ما فيش دفاتر جوازات يا مدير. يا مدير انا وصلتوا الجماعه قد جاء امك كان بعيد وتعبوا، والمشكله في واحد منهم مريض.
استغل الفرصة أنتم أقارب. تاولوا لما يكون دفاتر بنزاح. لا هم أقارب جاري. بس أنا أقولك شو أعمل خير. شو لكم عندي؟ والمشكلة في واحد منهم مريض. أصيل واصل خيرك. شهر شهرين لما يكون دفاتر. يا مدير ضيفتهم يومين وليلة. أكلوا الأخضر واليابس. لا أخلوش مثل القرد المنتشر. معهم واحد اسمه ناجي. الله ينقيك منه. أقول لك أكله. حتى عيالي زرتهم مع الحق العيال قاهم هنا أخركهم من الأقفة يعني قاوع خلي على الله وأنا ظروفي ما تسمحش خارقني يا مدير الله يخارقك ليش ما تردهم في القارة؟ لا قاري ما هو ما قصرش أجاهو ابنه زيد كملوا يقول لك لا فلت الضيوف قليلنا فاتت ولا خلوه حاجة بالصحن ما عاش نخلوش لداخل يتزرطوا الكل يا مدير يا مدير أرجوك ضروري تعمل لي حل شوف باقي معنا شوية دفاتر الحالة الاستثنائية أفدي أبوك أنا وصلتك اعملني استثنائية أصلا ما بش أحد استثنائية مثلي شوف يا تقطع لهم جوازات يا تدي لي سلة غذائية ويجلسوا يا شلكهم عندك وضيفتهم ما دام حالة مرضية وأزمة ضيافة ولاقي أكل كثير بنعمل لك استثناء وبنوقع لك المعاملة الله يفتح عليك يا مدير ألف 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 شكر مالي راعي يا خيري مالي بس يا حسون نعيما الله ينعم عليك خلاص شكرا حسون عاد هنا خرجنا من نكبه الضيوف حق موفق ما بش معي بياس مره ثاني مره ثاني مره ثاني نعيم عندي ولد مذي مع السلامه كيفك عاقل نعيما نعيما يا خيري الله ينعم عليك والله ارجع لك شبابك بعد ما شيبوا بك ضيوف موفق مو نعمل خيرات الله صاحبي يا خيري انا اللي موفق كنا نفاقد لك ماله يلا خدمات عاقل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم يا رجال الله يحييك ويبقيك يا أخي نشتي نسألك وين بيت الأخ موفق موفق موجود من أنتو والله ما غير إحنا من قريته وجينا نقطع جوازات ونجلس عنده من قرية موفق بتقطعوا جوازات ها أيوة قد قطعتوا بطائق ولا عادوا عادي يعني احنا بنحتاج وقت انا جاره حياك الله يا اخي الله يرضى عليك والبيت واحدي تفضل رحب الله يرضى عليك تفضل 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 حسبي الله عليك يا موفق